إنه ملقب بألفيس بريسلي أفغانستان، الرجال يتشبهون به والنساء يعشقنه. الموسيقي فرحاد دارية هو قدوة لملايين الأفغان في بلده، إنه يستخدم شهرته للحد من العنف الأسري. مؤخرا قام بحفلة استثنائية مكرسة لمشجعاته لدعم هذه القضية. في بلد نادرا ما تظهر فيه النساء إلى العلن، تحدت هذه المشجعات العنف والتقاليد ليحضرن هذا الحفل. كان من الصعب جدا أن أحضر هذا الحفل، لكن علي تقبل المخاطر، إنها أفغانستان. كنت خائفة قليلا ثم قلت سأذهب وسأرى ما يمكن أن يحصل.